جاء الملاك ملك الرب إلى العذراء مريم. دخل إليها دخل الملاك قال لها سلام. جاء الملاك ملك الرب إلى العذراء مريم. دخل إليها دخل الملاك قال لها سلام. سلام سلام لك سلام سلام لك يا ممتلئة نعمة من السماء. الرب معك الرب معك يا مباركة أنت في النساء. فلذلك القدوس المولود منك يدعى فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ابن الله المسيح ابن الله. جاء في الليل جاء الملاك جبرائيل الملاك لكي يبشرهم بذاك الخبر. جاء في الليل جاء الملاك وللرعاة ظهر. جبرائيل الملاك لكي يبشرهم بذاك الخبر. ولد لكم في مدينة داود ولد مخلص ولد مخلص مخلص المسيح المولود. جند الرب في الأعلى قالوا المجد في الأعلى. جند الرب في الأعلى قالوا المجد في الأعلى. وسلام وسلام وعلى الأرض المشرق رأوا نجم المولود. جينا لنسجد نسجد له نسجد لملك اليهود. قال المجوس لما رأوا في المشرق رأوا نجم المولود. جينا لنسجد نسجد له نسجد لملك اليهود. معنا لبن رمز الكهنوت. جاء لأجلنا لأجل حبنا يا المسيح لخلاصنا. يا لبكة الميلاد يا لفرحة العباد يا لبكة الميلاد يا لفرحة العباد. بالقدوس بالقدوس بنشوي إيسوس بكريستوس. زي ظهر ملاك العقرب ظهر كمان يوسف الفرح. وقال لي يوسف يا يوسف يا يوسف يا ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امراه العقرب لان الذي حمل بي فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. وكل كده عشان يحب اللي قال عليه هو زعم تحت الفتاه ابنه ويدعوه اسمه وعينيه الذي تكسيه الله.
سلام لك يا إليصبا. مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ من صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. تعظم نفسي الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتباع أمك، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تكوبني، لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. شفت يا سمعان قد ايه كان في ناس تانيين مستنيين الرب يسوع، وفي ناس كمان كانت عارفه قبل مجيئه انه هيتولد من عذراء زي إليصابات النبيه وكمان القديس يوسف النجار. شفت اللي محدش لا يصدقه ولا يشوفه، شفت قد ايه قبل ما يتولد يسوع حس بيه الطفل يوحنا ركض وركع وهو في بطن امه. انا نفسي اشوف كمان وكمان علشان اسجل في كتاب تاريخي كل حاجه عن يسوع. تعال ونشوف حصل ايه كمان. حوالي 3 شهور عند إليصابات وطفلها بتواضع وهي حامل في الطفل يسوع، وبعد 3 شهور عادت في أورشليم يوسف النجار. وفي الوقت ده اتجمع كل جيران زكريا وإليصابات عندهم في البيت مستنيين ولادة ابن زكريا. ولما تولد الطفل الجيران سألوا إليصابات هتسميه ايه؟ أكيد زكريا زي اسم العيلة. ردت إليصابات أنا هسميه يوحنا. استغربوا الناس عشان ما كانش في حد في العيلة اسمه يوحنا، وما صدقوش رجعوا لزكريا وسألوه تاني. حرك ايديه علشان يطلب ورقة وقلم وكتب يوحنا، ولما كتب اسم يوحنا ابتدى يتكلم وكل الناس جيرانه خافوا خوف كبير جدا. وفي مكان بعيد ومن بلاد بعيده